السلام عليكم، مرحبا بكم بقناه مطبخ قامه. اليوم درت لكم طبق تاع الحوت، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. ولا يعجبكم الفيديو ما عليكم غير تفاسيو جيم وشاركوا في القناه اللي يوصلكم كل جديد. ودروك ما نطولش عليكم باش نخليكم مع هذا الفيديو. نبدأ بالخطوه الاولانيه. هنايا كما راكم تشاهدوا عندي الميرلو، هو جاي هكذا كبير، هكذا حجمه كبير، هكذا عندي دي مورسو تاع الميرلو. واش نسيلهم؟ نسيلهم شويه ملح شويه فلفل، نمضهم في الفرينه ونقليه. نبداو على بركة الله. ومن بعد هنايا نحتاجو الصلصة تاعنا تاع الحوت، هكذا نملحو هذاك الحوت كمية قليلة ماشي بزاف، هكذا نديرلو شوية فلفل الكحل، كمية تاع فلفل الكحل، هكذا نغمضهم هكذا في الفرينة. والزيت تاعي راهي تسخن، هنا الزيت تاعي راهي تسخن باش غير نكملهم نقليهم تكون سخنت لي الزيت. هنا كيما راكم تشوفوا المقلة فيها كمية تاع زيت، ما تكثرش الزيت كي تقليو الحوت، وكي تقليو الحوت دائما النار تكون شوية قوية، ماشي قوية بزاف، مي تكون شوية قوية، ما تكونش قليلة، لخاطر راهي تشرب هذاك الحوت يشرب الزيت. وخليو الزيت تاعكم تسخن مليح، وماذا بيكم المقله تكون شويه ثقيله باش تقليو الحوت. هكذا كيما راكم تشوفوا نمضهم في الفرينه. هنا الزيت تاعي راهي سخنت، نبدا نقلي الحوت. هكذا نقلي الحوت، هنا نبدا نقلي الحوت عادي، كي نشوفو حمار نقلبو يزيد يحمر لي من الجيحة، ومن بعد ديريكتومون نحي نديرو في البلاطو لي يدخل الفرن. هنا وزيت مقلة، وهنايا هاهو اللون لي دالي تاع الحوت، راكم تشوفو قليتو كامل، نحطو هكدا دالي. هنا في المقلة واحد، هنا وزيت مغرفة تاع الزيت، وهنا وزيت مغرفة تاع لاماركارين، هكدا نخليو يذوب هاديك لاماركارين. هاد الوقت عندي هنا نص حبة بصلة، هنا على حساب الحوت تاعي، هنايا عندي نص قطعة تاع هكدا نرميها، هنايا عندي كبسنات تاع الثوم، كبسنات تاع الثوم هكدا نغطيهم، نغطيهم على هداك البصل. بعد ما غطيت الثوم نحركها مليح مع داك البصل، وهنايا عندي تشكيلة تاع التوابل. هنا واش عندي؟ عندي شوية سكنجبير، شوية تابل خاص للحوت، عندي هنايا شوية زعتر، شوية فلفل الكحل، وشوية كمون. نعاود لكم، شويه سكنجبير، شويه كمون، شويه تابل خاص للحوت، شويه زعتر، وشويه فلفل الكحل، هكذا نرميهم. هنا كي نرمي التوابل دايما نواسي شويه تاع الماء، قسم غرفه هكذا تاع الماء ما تكثرش، باش هذيك التوابل ما يلحقولوش ويبدو لي نكهه ماشي بينه في الماكله تاعي. هنايا عندي كمية صغيرة تاع لاموطا، كمية صغيرة تاع لاموطا، نقليهم مع هذا البصل. هنايا نواسي شوية معدنوس، كمية صغيرة. هنا عندي نص حبة قارص لي مرقد، نتوما لا مكانش عندكم قارص مرقد ماشي مشكل، تواسيو قارص عادي. نعرفو الحوت يحب القارص، هكدا نحاول بالمغرفة هكدا نواسيهم هكدا باش يحبط هداك الجو تاعو. دوك نزيد نديرلها 3 مغارف تاع ماء،
عندك 3 مغارف الماء، ندير شويه تاع الملح هكذا غير كميه صغيره ما تكثرش. بعد ما حسيت شرب شويه المرقه شربت لي شويه هكذا، ما تحتاج المرقه بزاف واش واسع. هنايا عندي مغرفه كبيره تاع لا كريم فريش، مغرفه كبيره كريم فريش هكذا، نحرك هذيك الصلصه تاعي هكذا. هنا عندي كميه قسم غرفه كبيره تاع زيتون كيما راكم تشوفوا في الحال، زيتون الخضر تاع هذاك البيتزا. هذه مغرفه كبيره هنا، نحرك الخضر تاعي وراه واجد معايا، راهي رائحه فيه ما شاء الله. هنا بعد ما راكم تشوفوا الصلصه تاعي هكذا وجدت، نرميها هكذا على الحوض. هنا بعد ما كبت الصلصه تاعي على الحوت كما راكم تشاهدوا، شعلت الفوق على 200 درجه، دوك ندخلها الديب ما تاخذش وقت طويل، غير شويه الحوت يشرب هذيك الصلصه تاعو وراهي واجده معايا. بعد ما وجدت معايا الطبق في الفوق ما خداش وقت طويل، غير اللي هكذا يتحمر غير شويه وخرجوا من الفوق. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، صدقوني يجي بنين ويجي خفيف، عصروا عليه القارص وينتكل. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، واللي عجبكم عليكم غير تفاسيو جيم وشاركوا الفيديو مع احبابكم. ما عليا غير نقول لكم في فيديو اخر ان شاء الله مع الملتقى، شاركوا في قناتي يوصلكم الجديد. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صحه فطوركم وصحه سحوركم.